FM. الكلمة ليك. مستر تيك. أهلا وسهلا بكم في المستر تيك. حسب مصادر صحفية جزائرية وإفريقية، تم منذ أيام قليلة إتمام إجراءات قانونية خاصة بإضافة علامة براند التكنولوجيا المعروفة إلى السوق التونسية. نحكي اليوم على مجموعة فاغور براند الفرنسية اللي تم شراءها سنة 2014 من طرف شركة سيفيتال، ورئيسها رجل الأعمال الجزائري يسعد ربريب، واللي هو سجلت رسميا دخولها إلى بلادنا حسب المعلومات الواردة من موقع مغرب كونفيدنشال. دونك الملياردير الجزائري يحمل مخططات استثمارية كبيرة، واللي هو موجود بالفعل في إيطاليا وفرنسا وحتى البرازيل زادة، واللي هو باش يقتحم من هنا فصاعدا السوق التونسية، وين باش تهتم براند تونيزي براند تونيزي بعمل التوزيع وخدمة ما بعد البيع ساف لمنتوجات نعرفوها نحن. نحكيو على الإلكتروميناجي في تونس. دونك باش تكون الرئاسة متاع المجموعة بالنسبة لبراند تونيزي الجديدة للتجهيزات الكهرومنزلية من نفس المصدر، من نصيب السيد غازي الشابي اللي هو مدير الشركة. غازي الشابي اللي هو المدير السابق سي غازي لمجموعة ديريس دانون. دونك اليوم نحكيه على رجل الأعمال الجزائري يسعد، هذا اللي هو السادس أغنى رجل في قارة إفريقية والأول مغربيا حسب التصنيف الأخير لموقع فوربس الشهير. أكثر معلومات شاء الله تلقاوها الأيامات الجاية. بمناسبة اليوم أو الاحتفال لأن اليوم الاثنين 13 مارس 2017 باليوم الوطني لحرية الانترنت، واللي يتزامن مع ذكرى استشهاد النشط التونسي زهير اليحيوي، بادرت مؤسسة البريد التونسي منذ ساعات بإصدار طابع بريدي جديد يحمل صورة ملونة للشهيد هذايا. دونك هنا نحكيو على اللفتة من جانب البريد التونسي كتخليد ذكرى زهير اليحيوي اللي هو شهيد حرية الانترنت أو التعبير على الانترنت، واللي تم اغتياله سنة 2005، واللي يعتبر من أول التوانسة اللي حاربوا ناضلوا من أجل حرية النفاذ للمعلومة واستعمال شبكة الانترنت والصحافة النزيهة. على هامش إشراف وزادة لمشروع تمكين المرأة الريفية بولاية القيروان نهار السبت 11 مارس 2017، عرج السيد محمد أنور المعروف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي على عديد المسائل ذات علاقة بالقطاع في تونس، حكي على قطاع تكنولوجيا المعلومات ومن بينها موضوع الباي بال في تونس اللي يندرج ضمن قطاع التجارة الإلكترونية. السيد محمد أنور المعروف اللي قال إنه القطاع تاع التسويق الإلكتروني هام برشا وضروري في بلادنا، واللي هو جزء من حل مشاكل البطالة في تونس. ثم موجود إيجابية لحد الآن تقول إنه حكاية الباي بال إن شاء الله تكون موجودة في تونس في القريب العاجل. نعرفوا نحنا حكاية البنك المركزي اللي وافق عليها الباي بال، لكن مالوريزمون شوالي خارج على القانون الدولي. دونك هذه هي من مشاكل الباي بال في تونس. مازلنا ما نعرفوش اسكو اليوم سيد الوزير باش يبادر بالحكاية الباي بال، شكون باش يشوفوا ابلتو تدخلات بالنسبة للموضوع هذايا. الباي بال في تونس مستحقة ومعنيش يعني الناس ما تنجمش تشري على الانترنت الا بالباي بال والا ماستر كارد، كان عندكش كارت ناسيونال والا الجولد اللي تنجم تشري بها على الانترنت، واللي هي مشكله كبيره في تونس توا. يعني نحن نسميو من بين البلدان المتخلفه في معناها في الاي كوميرس او مالوريزمون سما بلوتو اوريزمون سما اللي حكيت البيه انه راهو المنتديات وكذا ويحاولوا يخدموا الاي كوميرس في تونس، كمان اوريزمون مش قاعدين نراو فيه هذايا، معناها براتيكمون مش موجود الشراء على الانترنت. فتدخل اليوم نذكروا انه فما بنكه من البنكات في تونس خذت علامه ايزو بالنسبه للسلامه في الخلاص في الانترنت. قاعدين نحاولوا نعملوا في حاجات، سوف كو المشكل الكبير نتاع باي بال اللي احنا كي بدينا في المفاوضات باش نعيطوا لباي بال ما شفناش القوانين نتاعنا اللي موجوده عندنا احنا على المستوى الناسيونال، باش نتيحوا في المشكل هذا اللي يتخالف القانون. دونك نورمالمون نقحوا القانون وبعد نعيطوا باي بال نحكي معه. فوالا المشكله تاع باي بال مازالت طويله الى حد الان، يظهر لي حتى حسب ما قال الوزير مازالت المشكله باش تطول اكثر. دونك ان شاء الله الايامات الجايه نشوفوا الدفع الالكتروني موجود في تونس، على الاقل نبعدوا شويه من بوست بوانتيان ونبعدوا شويه زاده من الدفع للفاكولتي، واحنا دفعنا كنا كيكه للفاكولتي ما برسام دينار سينو ما لناش دفع حقيقي بالماستر كارد ولا غيره من الكارت الموجودين فوالا في العالم. مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لمؤسس شركة فيسبوك، نحكي اليوم على أشهر الشخصيات العالمية، وأخيرا تحصل على شهادته العليا في جامعة هارفارد المرموقة. نحكي على الملياردير الشاب اللي عمره 32 سنة، المدير التنفيذي لشبكة فيسبوك العملاقة، واللي ما رجعش لمقاعد الدراسة في الواقع بل هو باش ياخذها الشهادة هذه الفخرية تعتبر ولا من جامعة هارفارد. هناك أمور أخرى. دونك هنا نحكي رئيس جامعة هارفارد درو فوست اللي أوضح في
الحوار الصحفي أن القرار هذا يأتي كتكريم استثنائي لزوكربيرغ اللي يعتبر من أبرز الوجوه العالمية حاليا من خلال موقع فيسبوك واللي بلغ درجة خيالية من التطور والنجاعة والانتشار الساحق اللي موجود على الساحة العالمية. نذكروا أنه الفيسبوك ماهيش مجرد شبكة على الانترنت وإنما هي توا ولد يعني مركز للدراسات. فيسبوك اليوم ثم دي سونتر بشي معناه دا شنوهم أكبر أصلا من البنتاغون اللي باش نلقاهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. نحكيو اليوم على أنه الشهادة الفخرية هذه اللي من هارفرد تم إسنادها قبل 10 سنوات الميلياردير الفلكي بيل جيتس. اليوم نحكيو على مارك زوكربيرغ اللي هو زاد بعد 10 سنين ياخو الشهادة هذه. نمشي ونحكيو على الكوري الجنوبي سامسونج. اليوم نحكيو على خطوات هامة خاصة نحكيو على الشريان. الشريان المرضية تكون من نصيب شركة إيرمان الصناعية الأمريكية المختصة في الأكسسوار الصوتية معنا الأكسسوارات الصوتية والمتطورة للسيارات. ونحكيو على عملية الاستحواذ المذكورة الناس اللي هي أضخم تاريخيا يعني شركة سامسونج على الإطلاق. نحكيو اليوم على أضخم صفقة صارت على الإطلاق في العالم. تم تقدير قيمة الصفقة هذه ب 8 مليار دولار أي ما يعادل 7.49 مليار أورو اللي هي القيمة المالية المحددة لشركة التجهيزات الصناعية الدولية الأمريكية إيرمان. هنا نحكيو على الخطوة هذه اللي تأكد أنه شركة سامسونج عندها اهتمام بقطاع السيارات توا. نحكيو على شركة إيرمان واللي هي تصنع الأنظمة للسيستم متاع متاع الباف الموجودين في الكراهب واللي هما من نوعية لود جام اللي هي مع النظام كيفاش؟ Les enceintes. نحكيو على شركة هذه اللي تصنع البرشة أنواع متاع سيارات كيما جنرال موتورز كيما فيات أو وغيرهم. مم حتى خذت حتى معناها أسهم من عند شركات أخرى كيما هواوي ولا هاش تي سي واللي صنعوا لهم مم حتى في البافلوت متاعهم كيما الوان ام 8 التليفون هذايا من عند هاش تي سي التابلت من عند معناها ميديا باد ام 3 من عند هواوي. نحكيو زاد على دي سمارت فون أخرين دي تابلت دي فابلت موجودين حتى زاد المنتوج الجديد جالكسي اسويت زاد إيرمان كاردون اللي هي الشركة زاد أو التكنولوجيا الموجودة في التليفون هذايا. ولا اخر خبر بالنسبه لليوم الصحفيين اللي يستعملوا يسر تليفونات دونك ويحطوا ساعات تليفوناتهم في مود افيون. نحكي اليوم على الراديو ترانسميسرز اللي هو الترانسميسيون تاع او المرسلات التردديه تسمى بالعربيه الفصحى. دونك في بعض البلدان المتقدمه يتم التجسس على بعض الصحفيين. دونك اليوم نحكيوا على ابتكار غشاء او كاش موجود على تليفون تسمى كيكا بالعربي السيرامي. دونك يتحط على تليفون هكاكا ينجم ينظر صاحب الهاتف هذاك انه ثم شكون قاعد يتجسس عليك كسوسوا بلي معناها لي بارابول موجودين يعني مانويل معناها اون ديريكتومون معناها جوست كيستيون تاع ديستونس والا معناها يتم التجسس عليهم بالليزاباري موجودين يعني في السونتر. كيفاش انت مهدد اخويا رسيت فوالا. دونك اليوم نجموا انتم صحفيين او الصحفيين التوانسه اذا كانت تحبوا هكا ولا الصحفيين العالميين زاد اذا كان قاعدين يسمعوا فينا نجموا يشريوا الكاش هذا. اكثر تفاصيل تلقاوها على موقع تويتر بانكم تنجموا ترجعوا للسيت نتاعنا www.kbardo.pointn ولا تجوا الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب فام باش تعاودوا تتفرجوا في الفيديو هذا اللي صورته لكم اشواق. كاب فام الكلمة ليك.